الملأ إذن ذول الممتلئين، وذول طبعا يكونون هم دائما العقبة في طريق الدعوات الإصلاحية، العقبة في طريق الدعوات الإصلاحية، لأن هذا أولا أكو عنده غطرشة، لأن لا تنسى أن المال يغلغل في نفس صاحب المال لون من الاعتداد يوجهه، إلا من ندر اللي يغلب دينه على هذا واللي يغلب وعيه وعقله، وإلا غالبا الأموال يقولون لو وضعت الأموال بجرة لحركت أذنيها. الواقع الأموال غالبا تبطي الإنسان فد لون من الحركة، تحدث عنده لون من الجهو. هذول الملأ الذين كفروا غالبا هم اللي يمنعهم الجهو والخيلاء، وجود المركز اللي ما يأمل معه زيادة، يقول لك لوين رايح أنا، اللي عندي كافيني، فيمتنع غالبا عن الدعوات الإصلاحية. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.